سعدنا هذا الصباح حقيقة بتخريج أكثر من 60 منتسب وموظف ومختص في ضمن سلسلة هايبر سيتي ماركت اللي هي تخرجوا من دورة الإسعافات الأولية، جاءوا من مختلف الأجناس، الجنسيات، الأعمار، التخصصات، لأن منصة الصحة تستوعب الجميع. عندما يكتسب أي منهم مهارة الإسعاف الأولي فإحنا نضع مسعف في كل وردية، في كل بيئة عمل، في كل الأوقات، خاصة أنهم يشتغلون 24 ساعة. مثل هذه الأشياء حقيقة إحنا نسعى من خلالها إلى أن نحقق الغاية الكبرى، أن 10% من مجتمع الكويت يكون فيرست ايدر أو مسعف أولي. أعطيناهم جرعة من المعرفة والمهارة والتدريب اللي من خلالها نحقق يعني ما نسبو إليه من إنقاذ الأرواح. يمكن الدقيقة تفرق، يمكن لحظة سقوط شخص إذا تأخرنا عليه قد يدخل في سلسلة مضاعفات لا سمح الله، لكن إذا توفرت المعرفة والمهارة والأدوات وكيفية التصرف والاستعانة ببعض لا شك أن بذلك ننقذ ولو حياة واحدة. فينطبق علينا قول المولى عز وجل: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صعدنا بالتعاون مع فريق من وزارة الصحة بدورة مسعف في كل بيت بإدارة الدكتور صادق كرم. كانت الدورة مفيدة جدا لطاقم عمل سيتي هايبر ماركت، واستفدنا كتير كون الوجود فكرة الإسعافات الأولية بالبيت ببيت كل حدا ضرورية جدا، وتشرفنا اليوم بوجودهم معنا بتكريم الترينيز اليوم بسيتي هايبر ماركت، وإن شاء الله بنأمل لتعاملات جديدة وتعاونات بالمستقبل. علي نامي بسي ترى حق الصور إبراهيم صالح عمرو محمد مستر سوابان كومار شارين بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعطيكم العافية. وإدارة طوكام تعرفون إحنا إدارة طوارئ طبية تشكر حضراتكم على الاستضافة الكريمة هذه وعلى تقديم هذه الدروع، وإحنا من دورنا أعطيناكم شهادات لأنكم اجتزتوا الدورة. على مثل ما تعرفون الدورة تشمل عدة مواضيع من ضمنها إنقاذ حياة المصابين. إحنا سمينا دورة مسعف في كل بيت على أساس إنه في جميع الأماكن يكون في واحد يشمل ويعرف بعض الإسعافات الأولية الأساسية يقوم بتقديمها للمصاب لا سمح الله لحدث طار أو كذا. بالنهاية لا يسعني إلا أن أشكر جميع العاملين في إدارة سيتي هايبر ماركت، وأشكركم أنتم اللي تقدمتوا إلى هذه الدورة. وبالنهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.